معنا اليوم صفحات أو وسائل إعلامية أجنبية عربية وأجنبية قاعدة تشوه في بلادنا. كيفاش؟ قاعدين يحبوا بالسيف يظهروا ظلما وكذبا وبهتانا أنه الشعب التونسي عنصري فيما يتعلق بمسألة الأفارقة، وأنه أيضا رئيس الجمهورية عنصري على خلفية تصريحاته الأخيرة لأنه قال نطبقوا القانون. هذه المؤسسات الإعلامية بعثت صحفيين وعنا فيديوهات وكل شيء موثق على الحدود التونسية الليبية، ويجبرون الأفارقة على فبركة مسلسلات وأحداث غير صحيحة وغير واقعية. قاعدين يقولوا لهم قولوا أن الشعب التونسي عنصري، قولوا أنه تعرضنا لمعاملة لا إنسانية من قبل الأمن التونسي. هل هذا الشيء صحيح؟ أول شيء ساعة الشعب التونسي باش يعرفوا الناس اللي يروجوا بالكلام هذا يرجع شوي للتاريخ. أول بلاد عربية ألغت العبودية هي تونس، هذا برامارمون. دوزيامون ما عندناش عنصرية، لا بروف اني عندنا في العائلات تلقاها ابيض وسمرة معرسين واسمر وبيضة معرسين. تروزيامون الفارق هذوما اللي نحكيو عليهم شبه ما نراوش الجانب الاخر، كيفاش التوانسة يزولهم في الماء وفي المقرونة وفي الخبز ويعطيو فيهم في الدخان يا سيدي سويس. لا المشاهد هذيك ما يشوفوهاش. سامحني عاش بنتي، انا ضد تواجد اي كان، سواء يكون مهما كان لونه وجنسه وجنسيته، ضد تواجد عباد على التراب التونسي بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه. يجي لتونس بطريقه شرعيه سواء طالب شغل او سائح، مرحبا به. دخل على طريق الحدود بعلم السلطه التونسيه الكل، مرحبا به. كي تصير له حاجه احنا نتحمله، اما يجيني بطرق ملتويه ويجي ومن بعد يولي يحب يستوطن ويفك نتاع الناس وياكل، انا ضده. تقول لي طردوا بسبب طردوا من البلاد، انا معاه طردوا من البلاد. تقول لي ما يكونش بصفه مهينه، ما هوش بصفه مهينه. رينان كيفاش يطلعوا فيهم في الكيران، يطلعوا فيهم البوليسيه في الكيران، يعطيوا فيهم في الماء. منين جيت انت؟ ارجع منين جيت خويا؟ انا ما عنديش بلاصه. انا بنتي كانت تجيني للدار هي وراجلها وبلادها من غير ما يعلموني، يباتوا بلاش عشاء، خذوا كان غرزه يكلموني من العشيه. ما تجيني العشرة نتاع اللي تحب نعشيك، حتى انا نعشي روح. كلمني بالمسبق، هذه حكاية العنصرية هذه الرانكو هي عملية راهي معقدة برشا. الجانب أوروبا شحب تعمل لنا؟ أوروبا تحب تعمل لنا نحن حرس حدود نتاع ضفة المتوسط الجنوبية وبلاش. هذا دينبار وتضرب كنت تجيك عباد كيف هكايا باهي، انت كي قلبك حرقك عليه وجاوك عباد كيف هناك. احنا ما عندناش ما ناكلهم، حتى ناكلوا اولادنا. يجاو اش بكم انتم هيومن رايتس ومنظمات الامميه ما جاوش عملوا لهم دي كون غادي لايقه كيما يقولوا هما كيف يحبوهم. عملها انت حطها لايقه حسب ذوقك انت واصرف عليهم اللي انت قال محل. فما نقطة أخرى مهمة جدا، كيف يتم السماح لمؤسسات إعلامية أجنبية بالتصوير على الحدود التونسية وخاصة بفبركة الأكاذيب دون يعني لا حسيب ولا رقيب؟ احنا كمؤسسات إعلامية كي نبدأ ونخدمه حتى في شارع زعيم الراحل حبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، ساعات نتعرضوا لمنع من العمل ومنع من التصوير وهات الترخيص وهات وهات وهات. شكون اللي قاعد يسمح للناس هذوما بمخالفة القانون؟ لا سامحني، هنا المراقبة تكاد تكون مستحيلة. ريت توا هذايا اللقاء بيناتنا حتى هنا كان انت ما تعديش، ينجم اي كان يصور بالبورتابل ويعدي اللي حب هو. وتعرف تويك راهو معناها باش تقول لي انت لقاء صحفي ولا تحب على اي وسيله اخرى يتعدى وكانه مباشر، وهو بالعكس راهو مصور من بورتابل. لهنا الرقابه معناها تصعب برشا، وباش يتبعهم الصفحات هذوما الاغلبيه الساحقه نتاعهم معمولين بصفحات وهمية بأرقام هاتف وهمية بأرقام هاتف وهمية. حتى انت كي تجي مش تبعو انت كي تحب تحل. انا نحكي لك راهو على مؤسسات اعلامية والتلفزات اجنبي. مؤسسات التلفزية الاجنبية ذيك عندها مراسلين هنا يخدموا بالبورتابل بالتليفون
يعني كيف يعدي يعديني كل لوجوم تاع المؤسسه العالميه، لكن المؤسسه العالميه عمرها ولا حد سقاها الغد، فهمتني؟ وهذا يسيطر على البروبليم زاد، هذا مشكل اخر. الموضوع هذا مهم برشا واكيد معناتها هو حقيقه قبل حتى ما تعطيني المعلومه انا متاكد معناتها ان الحاجات هذه موجوده، خاطر هو في اطار السياسات العامه توا في العالم كامل انه كل دوله تقريبا تحب معناتها هي اللي تظهر روحها اني على اساس ان هي تحترم الانسان وتحترم حقوق الانسان وتحترم كل الناس، لكن الدول الاخرى لا. واكيد هي تونس حقيقه يعني في الوضع هذا، الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، ثم شويه اضطراب في تونس ماهيش اكيد باش يستغلوا الوضع هذا باش معناتها يشوهوا صوره البلاد وكذا، يعني هذه ماهيش حاجه غريبه. لكن احنا راهو يلزمنا نتصدوا احنا للاشياء هذه. كيفاش نتصدوا؟ اولا الساعه هو موضوع على فارق، انا اعتقد اني الحكومات التي اتت ما بعد 2011 هي المسؤوله على الموجود توا في تونس. الافارقه هم الافارقه مثلهم، وهم يعني ناس معناتها يلزم نحترموهم ويلزم معناتها، لكن في اطار معين. اي واحد باش يكون في بلد اخر يعني في بلد اجنبي لابد ان تكون عنده وثائقه، جاي باش يخدم، جاي باش يقرا، جاي معناتها وثائقه مريقله وكذا. اذا كان ماهيش وثائقه مريقله، الترحيل هذا موجود في كل العالم معناتها، كالعرب موجودين احنا تو التوانسه يبدو في ايطاليا ما عندوش اوراقه ما عندوش وثائقه يرحلوه يرجع. حسونا انه استثناء احنا كي قلنا هكا. اي للاسف، خاطر هما يستغلوا اللون، وانا اعتقد وهذا موضوع يعني مسكوت عنه، انه الناس هذوما اللي يحكوا بال يعني بلغه العنصريه ولغه كذا هما في حد ذاتهم عنصريين، لانهم هما يحبوا يبدلوا الموضوع. حتى ديني انا راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفتنه نائمه لعن الله ومن انقذها. هما الناس هذوما معناتها هما يعرفوا انه الشعب التونسي ما عندوش معناتها نسبه كبيره من الشعب التونسي ما عندوش العنصريه هذا، وملاحظين انه احنا معناتها نحوسوا على حلول، لانه يعني حلول كيفاش معناتها مش تتخلص من الناس هذوما، لكن انك طبيعي جدا هي بلادك معناتها يلزم يكونوا فيها الناس الموجودين يلزم يكونوا عندهم شغل، عندهم دراسة، عندهم وثائق تثبت أنهم ينتموا للبلد هذا، مش أي شخص معناتها يدخل وكذا. يعني يلزم فما يلزم احنا نحوسوا على حلول سواء شعب أو حكومة أو كذا، لأن ما هي سهلة الوضعية. فما برشا ناس يخزروا لها من الخارج على في اعتقاد من وشنية، في لحظة خرج الناس هذوما مشى كل شيء على روحه وطاح الكيف على ظله. لا، راهي مسألة إنسانية، ومعناتها الناس قاعدة تتعامل معاها بشوية بشوية، الناس تفهم الوضع هذا. صحيح هما كثروا في تونس واللي هما كيفنا كيفهم، وناس معناتها توجدوا في بلادنا هذه صدفة جو مع بعضهم، لأنه المشاكل اللي صارت في ليبيا معناتها خلتهم يكونوا برشا وقائع. ما تقولش أنهم جاوا صدفة حقيقة. صحيح تنجم معناتها أنا حكيت لك صدفة، يعني إحنا في نظرنا نحن أنهم صدفة صبحوا موجودين في البلاد، معناتها صبحوا مغطين الشوارع، معناتها كانوا كعبتين وكعبة نعرفوهم. أنا نتذكر قبل 2010 قليل وين تقابل معناتها شخص من البلدان هذيك من البلدان الافريقيه جنوب الصحراء، يا يقرا يا يخدم. الاغلبيه كانوا طلبه، خاطر يجوا ياخذوا شهاده من تونس ويمشوا على ارواحهم. لكن ترى بعد الثوره وخاصه في السنوات هذه ولو الاف، انت تشوف توا النصابه في برشلونه في كذا في كل مكان، ولو اكثر من التوانسه. دونك انه استغلوا الوضع في ليبيا، واكيد فما اطراف اخرى عاونتهم على تواجدهم في تونس بالكيفيه هذه. وفما ناس معناتها الحكومات الحقيقه اللي بعد 2011 ما نعرفش معناتها باش نحاولوا ما نلزموش في الامر وما نحكموش عليهم، ما نعرفش يا اخي من غير وعي هما معناتها الناس هذوما سرحوا لهم باش يكونوا موجودين في تونس، او انه فما منظمات يعني واقفه مع الاطراف السياسيه اللي كانت موجوده هذيك في تنسيق مع بعضهم، عندهم غرض معين لي معناتها لوجود الناس هذوكم لهنا بكثافه وبطريقه يعني عجيبه. الافارقه قاعده توصل لهم مبالغ من الاموال ضخمه جدا عن طريق البنوك التونسيه، ويمشي ويجبدوا في حوالات، نحكي طبعا على مبالغ كبيره، راهو مش تاع مصروف عادي. شنو تعليقك عليه؟ والله شوف انا سمعت اكثر من هكاك، سمعت انه عندهم صحيفه في تونس، صحيفه الكترونيه في تونس، معناتها هذا يعني اكيد هو راهو شوف الظاهره هذه ماهيش ظاهره بريئه، هي اكيد وراهم اطراف وراهم منظمات وراهم معناتها برشا اطراف انا اعتقد لوجودهم لهنا. والوجود الفلوس هذه معناتها ماهيش صدفه، اكيد معناتها وراهم منظمات وراهم ناس معناتها مبرمجه وعندها خطط وكذا. وانا صدقني عندي اصدقائي معناتها يحكوا لي قبل حتى ما تصير البوليميك هذه، انه معناتها فما يعني قصد ونيه لتوطينهم في تونس معناتها. واذا كان فاتوا زوز ملايين، توا الارقام تحكي على اساس انهم تقريبا تجاوزوا زوز ملايين، معناتها الشعب التونسي شنيه ومعناتها تقريبا
اكثر من ثمن الشعب التونسي معناتها موجودين لهنا، معناتها تنجم بعد 5 سنين اذا كان باش نواصلوا في النسق هذا في الوضعيه هذه باش يولوا اكثر من التوانسه. وعلى فكره توريت اللي صار معناتها في اللي صار في صفاقس، انا سمعت اللي هما معناتها خرجوا للارياف يخدموا في الفلاحه وفي كذا باسعار معناتها باسعار يعني بسيطه وكذا، اولا لهنا باش يصعب الماموريه على الشعب التونسي والشباب التونسي اللي هو يعاني بطبيعته في البطاله وكذا، ثم الناس معناتها باش يحرموا عليها الخدمه لانه هو يخدم لك حتى ب 10,000 ب 15 دينار عنده عادي. ثانيا انه راك انت كي تدخلهم للارياف يعني ولت مشكله اخرى حتى امنيا ما عادش نجموا تحكموا فيها الظاهره، معناتها على الاقل في المدينه فما حاكم فما كذا، اذا كان انت تخرجوا للارياف فما حاجات اخرى ينجم يتزوج ويجيب لي يجيب لك صغار غادي وتنجم تولي قبائل وكذا، مشكله الحقيقه يلزم الحل يكون سياسي لهنا ويلزم نتعاملوا معاه معناتها بطرق بحكمه بذكاء نحترموا الناس هذوما لانهم في هما اصلا سامحني ما عندهمش هويه كيفاش باش يتزوجوا، يعني نحكي عن طريق القانون هل زواجهم قانوني؟ حقيقه راهو شوف احنا التوانسه مازال نعتقد ان بلغنا درجات من التحضر ومن التقدم كذا، راهي في الارياف مازالت فما كوارث تصير، راهو عادي جدا ينجم يعطيه بنته يعطيه كذا واحد ما تسمع ما يسمع حتى حد وما فهمت يعني، راهو احنا في تونس نعتقد انه كل شيء توا معناتها الناس الكل تحترم القانون وتطبيق القانون وكذا، واحد راهي فما حاجات معناتها تنجم تصير في الارياف معناتها دونك، واذا كان انت الناس هذوما دخلوك للارياف راه مش كعبه واثنين الاف معناتها باش يولوا ابناء الارض هذه، احنا سياسيا لابد من ان الناس هذه يكون ثم مشروع سياسي لمقاومتهم، مقاومتهم يعني احترام الانسان، لكن مقاومتهم اخويا عندك وثائق تبقى في تونس اذا كان انت تقرا او تخدم في عمل يعني وفي اطار قانوني تبقى في تونس، ما عندكش عمل وكذا يلزمك تشوف المحل تخرجهم كما تعمل البلدان الاخرى، احنا ابنائنا التونسيين في ايطاليا وفي فرنسا وفي كذا يبدا ما عندوش وثائق يبعثوه يروح يحترموه كانسان لكن يبعثوه يروح، احنا اكيد راهو باش يستغلوها هذه لانه انت تعرف كما حكينا معناتها اطراف كل تقريبا تو السياسه متجهه في العالم انه تشويه الاخر اصبح غايه يعني، اكيد باش يستغلوها الظاهره هذه كما باش يستغلوها حتى اطراف سياسيه في تونس اللي هي الناس ماهيش تحكم وكذا، احنا لازم نتعاملوا معها بحكمه وخاصه الحكومه التونسيه ورئيس الدوله لازم يتعامل معها بحكمه الناس هذوما ويلزموا يتبعهم معناتها بشويه بشويه ويشوف الحل. لا يلزم برشا حكمه الحقيقه خاطر راهو شوف ماهيش غريبه راهو انه اطراف اخرى معناتها اعلام وكذا اخذوا المساله هذه معناتها باش يستغلوها وكذا، واكيد حتى في تونس اكيد ثم فئه من المجتمع اللي هي تنتمي لاطراف سياسيه اخرى باش ياخذوها بالجانب السلبي وكذا، يلزم برشا حكمه اكيد، وفي نهايه المطاف هما ناس مش باش ينصبحوا معناتها اليوم معناتها موجودين بكثره في تونس ونجوا غدوه نخرجوهم، لا ثم المساله لازمها تتدرس بالباهي بالباهي.